السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم مع مهند من بالعودة للسيارات 050-516-3525. اليوم هنتكلم عن سيارة الاكتر مبيعا عندنا والاكتر شهرة والاكتر طلبا ما بين الشباب ما شاء الله، هي التريل بوس الـ2020، الكابينة الواحدة زي ما احنا شايفين ما شاء الله، وحش متقدم الوحوشية زي ما بيقولوا. عندنا طبعا لتات LED وزينون، الحساسات الامامية مع الكشافات الضبابية، الشبك الامامي كله اسود، اصدار خاص بين حمودة، بينزل مع الشعار المضيء زي ما احنا شايفين، بيضوي بالليل طبعا LED. ده شكلها السيارة، بتكون مرفوعة 2 انش طبعا، ده جاي من المصنع الرفعة. الرنجات سود قياس 18 مع التواير الرملية جودير، نشوف قياسهم. المراية بيكون عليها الليتات تبع الكامب او للبر، LED بيضوي هنا، وكمان داخليا بيكون عليها النقاط العمياء، دخول ذكي على الابواب، والمقابض بتكون لونها اسود شكل رياضي طبعا. هنفتحها ونشوف من الداخل، بس نلقى نظرة عليها من ورا. تريل بوس، الليتات الخلفية كمان LED، على الباب مكتوب شيفروليه بال ستيكر زي ما احنا شايفين. فيها كاميرتين ورا، اللي بيسألوا على موضوع الكاميرتين، في كاميرا للريفرس او للرجوع او للريوس، وفي كاميرا تانية للجلس عشان تقدر تظبط الزوايا تبع الجلس بدون ما تنزل من على السيارة. لو بتجر تريل ولا شيء بتشوفها في المراية في الشاشة عن طريق الكاميرا الخلفية. طبعا الباب بيفتح بالريموت او بضغطة واحدة فقط. ده حجم الصندوق، تمام، وبإصبع واحد نقدر نرفع الباب الخفيف. هنلقي نظرة عليها من الداخل، طبعا السيارة مرفوعة 2 انش، هي بتنزل بدون دواسة عشان تدخل على الأماكن الأكثر وعورة. في جلد على مسند اليد في الباب، تخشيب، كرسي السايق متحرك أو كهرباء، الهاند بريك زر، الاوف رود باكج اللي هي Z71 زي ما احنا شايفين، فيها العالي والواطي والاوتو طبعا في تيس للغرز او زي ما احنا بنقول عليه التقيل والخفيف. شعار اسود على ستيرنج او السكان. السيارة بيكون فيها السدة ثابتة طبعا، وفيها شاحن لاسلكي للتليفون بجميع احجامه، وصلات لليو اس بي واليو اس بي سي، والوصله للكهرباء العاديه زي اللي عندنا في البيت. شاشه اتش دي كلها تاتش مع الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، والعدادات الديجيتال مع الار بي ام. الجير طبعا عارفين احنا موجود خلف الستيرنج او السكان، مثبت السرعه، الاير باجز، الاي بي اس، احنا عندنا كمان تشغيل بالبصمه او الزر. في ازرار للتحكم في الباب الخلفي، ونقدر نفصل الاير باجز قبل ما ندخل البر عشان طبعا ما يطلعش علينا بدون الحاجه ليه. السياره بتكون ماكينتها 5.3 V8، 355 حصان، 6 سرعات اوتوماتيك، بتشتغل 4 او 8 سلندر حسب الار بي ام عشان توفر طبعا في البترول على قد ما تقدر. ومعاكم مهند غلام 050-516-3525. اهلا بيكم، احنا موعدنا في رمضان من 9 لل2، وبعد الفطار من 8 لـ9:30. اهلا بيكم.